الرجاء العالمي. او مسكين هذا هو اللي كان طالع مع المشكل ورا راه ياك ما وقع والو فين درتي مزيان والله مزيان. شوف وقعت لي واقعه معايا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذاك سبب باش تلاقيت بك اييه هذاك سبب باش تلاقينا وباش غندير فيك هذا الخير ان شاء الله. شكرا سمعتي هو بان غنصونيو البدراوي دابا عدي نمرشو اها لا جاوبنا انا لاعب باغي تلعب مع الراجل اها احسن صافي 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 العب اللعب والله العظيم في بلاصه من تلعب اولو ما بغى يقود مع حتى شي مغربي مشى مشى الافريقي. طيب انا بلاصه صح واش انت بغيت تفرج ولا بغيت تلعب؟ ما نلعب 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 ولا حق الله اه بيناتي والله ما قبل الله ما تزقلوش واه حنا حنا نبقاو نتسناو بيناتي يجيو ندخلوك بحال 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 الحضرات على يدو ها انا بحالو انا عارف كفره بيناتي عارف راسو بحال حدره في حدره فضي استغفر الله لا حتى انا باغي ندير لك جمهور انا باغي ندير لك جمهور ما باغيش ندير لك تلعب باغي نصوني البدراوي راه عندي النمره ديالو عارف انا معاه سمعتي ماشي غير دوي معاه انا اللي غندوي معاه غنقول ليه يدير لك 4000 للشهر 4000 درهم ها وبطاقه ديال الجوار بانك تدخل تفرج من داخل الجمهور واخا وغنصوني دابا البضربان ولا جاوبني باش دي بلاص مو جاي الراجع حيت دابا الراجع دازت دازت تلعبها باللي كان فهمتي حتى الجمهور يمشي اللي كان هانيه هانيه تمشي مع اللعابه ديال الراجع في الطياره وتمشي معاهم في اللوطيل وتضحك وسطهم كما دارت الزمالك راه واحد بحال كان في الزمالك كان في الزمالك كان كيمشي وسط الجمهور ويفرحهم وكذا. انا باغيك ان شاء الله ولا كان لا كان ارضات الوالدين والرجاويين يتحدوا ولي باج ديال الراجع تتحد علاش حيت هذا السيد محب للرجاء سمعوا انا نخدم ليه شو ديسك شو كيفاش حتى غينوض شو شو مسكين ما غايش عرش شو انا نخدم ليه الديسك ما غايش عرش شو رجاوي يا صاحبي كي دي بلاصه صاحبي و 30 دوره ما كاينش اي اي ما كاينش تخامش راه بصحتهم صاحبي وكيمنكو كيمنكو من الايجل خدامين في الايجل وكيمنكو هذا مسكين غا مات يا السلام من الصحه وكيعيش مع الرجاء اذا هذا خصو انا لعيب هاني صافي ماشي لعيب صاحبي انا بنلعب اللعبه لا لا انت كي غادي تلعب واش حدراف وما لعبش راه حدراف وما لعبش راه هاد الماتش اللي فات صاحبي ما دخلش كاع حدراف وما دخلش وانت باغي تلعب انا كندوي لك شكون دير نوض حل الباب لا خليك خليك دابا نوض شي حقوق يقول لك شو كي خدام فيه اش كاين السلام عليكم اش كاين الله يسمعنا اخبار خير حقا جيب لي التليفون جيب لي التليفون واحد فيهم يطلع الله الله نهار كبير جيتي بخيرك عرفتي شكون جا عندي المنتخب والله يتجم خير اقسم بالله العلي العظيم شي واحد كيسحبني مشغول مع هذا بغي يدي لي لاشين كيسحبني مشغول معاك القحبه نوض نوض ودي القحبه راني كنمشي للبار بالبانطوفه في ليامات كنت كنشرب راه البار كنت كنمشي لي بانطوفه تبغي يدي لي لاشين راك بشرت خير عليا اليوم جيتي عندي كرمتك ياك سامحنا حنا خوت لا الله يحفظك جيتي عندي بخيرك الحمد لله جا عندي المنتخب دابا هما غيطلعوا اللعابه ديال المنتخب واخا الله يعطيني شي كسيده مهم قال لي ثلاثه ما عرفت يمكن انا كنقول غيقدر يكون اناحي الله اعلم وناحي حتى مع راجا هو اه راجا صاحبي عارفه اناحي نعرفه والله يتجا عندي الخويا اللي قال لي جاوا عندك ثلاثه اللعابه ديال المنتخب او غيطلعوا ملي ديال المنتخب اللي لعبوا في كاس عرفوا في كاس العالم يا ربي كون نصير يا ربي قلت لي تقول لي يطلعوا نتسناو يا ربي عمرني قلتها بشي ستريم الدراري واش عمرني بشي ستريم قلت هاد الكلمه هاد الكلمه راه ثقيله صاحبي كلمه اخويا كلمه دوي كخماش قولوا لي دوي اشنو هاد الكلمه راه كبيره واش عمرني قلتها بلا ما تقولوا لي الياس معجن الياس واكل معجون حيت انا ما كناكلش معجون الحمد لله واش اخويا شنو مشينا كلينا كوين رجل اعمال رجل اعمال شنو واش طيب انا قبيله اشنو مشينا كلينا اوه
عجيب الحوت حسن حجيب 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 عجيب العجيب وقوينا مسينا كلينا الحوت صاحبي والكروفيت وكرة الكراتم الحوت كروفيت 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 إذن ما كليناش المعجون لا سالينا لو خبار إذن أخويا جايين عندي ثلاثة اللعابة ديال المنتخب أييه دابا غيطلع دابا دابا ما عرفت شكون يقدر يكون قال لي منتخب أصاحبي المغرب ولكن انا صراحه حطريبه وهذا اللعيب يجيش عليا لا اسكت 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 انا حاف خويا نحضر شكون حضري لا هو اشرف حكيمي مسكين اشرف حكيمي رجولة واجي يقدر هو يكون جاي ربيع حكي اللعب ربيع حكي اللعب طياره راه يدير ساعتين بحال والو هو بحال والو هو وتكمل الفرحه خويا السيمو اموشي حكيمي ولا شكون شكون فرحني وشكون مش اشرف ديري ولا شكون قول وش لعاب ديال المنتخب ديال المغرب شكون اناحي سلام نري علاش طايب اش طايب علاش ما قلتيش لي منتخب ديال قصه القامه هذا قولك وجبت حتى كي دير علاش ما قلتيش لي ديال قصه القامه انت صاحبي مالك ناسين هو يمشي كملت العشرة تا هو العشرة ديالي اللي ضربتي راس حوته خسر ماكير هو ونسحبوا من المنتخب كله سيف سيف تا خويا راه هو الداهي الايمن الايسر تا هو القدوه تا هو القيدون وباين خونا زين نسحبوا من اوناحي منتخب الكبار فرح اسيس 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 ثلاثه اسيس اهلا دابا شنو خير تحياتي لكم الله يحفظك هانيه والله الا نهار كبير وشرف لي اقسم بالله الله عز وجل فرحني والله تا انا فرحان الله يحفظك تحياتك هانيه والله تا انا فرحان كي غنينا الدريش الله يكبر بيكم سرقتوا لي الاضواء الشيشه علاش 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 عند البرنامج عتيت عليا انا خلينا ندوي دوي ابا فين غادي بعدا فين غادي من المدينه وصافي هذه الاكادير علاش انا نقول ولكن هاد المره لقاني لقاني في واحد المورال الحمد لله وديتو كرمتو شريت لي تيليفون الحمد لله درت لي لاشين اجيو تفرجوا معايا في يوتيوب درت لي لاشين ديالو صاحبي والله انت درت لي لاشين وغيولي فلوغي شريت لي تيليفون باش يولي فلوغي بيه انت راه ابوها لي انا راه ساديو ماني اتصيفطو نقي انا راه ساديو ماني انا واتكنت واقيلا راني طالق ستريم واقيلا مصباح ولا داوي ما يديرش غير تيك توك ما يحتاجوش لاكاش لاشين يحتاجوش بزاف زولار هاي سحبنا الحسين شوف وين انا يا الحمد لله انت ودادي انا راه جاوينا باش عرفنا حاول شوف بس نجبد لاشين ديالو حتى فينا فوق كي تلعب المنتخب ميشن حنا تلونسينا في البلاصه ميشن منتخب كيجبدك وسيد كاردي اه كاردي مطاوط مطاوط شي واحد بلاش نكتب لاشين ديالو بلا عنده لاش واش عنده شي واحد هاد البرامج تاع جزيرة تونس جزيرة تونس عالم خور عالم خور كاينة كاينة جزيرة تونس جات عليا راه هو لمت راه هو لمت ايه هو تصور معاه تصورت معاه لا لا صافي تيبغي يمشي نضرب ترى كيلعب مع منتخب هذا ديال كره القدم واش على جيت على التنس لا عشيت عليه هذوك ولادنا هذا سيمو هشام سيمو سيمو راه عندك لاشين اخبارك ايه درت لك فيها تصاوب لك فيها مروان هو اللي صوبه دار في سيمو الرجاء راه هي الاولى ويلي ويلي راه يقدر يطلع في طوندونس غدا يطلع يضرب شي طله تما بلا شفنا واش سيمو واش شحال من سيمو راه جاوي كاين عرفتها مرات واو مروان انت واش دار واو بالفراديه انا تعرف شحال من سيمو راه جاوي كاين الدراري اجي واش قدموا في اللايف تقدموا باش تبانوا الدراري دخلوا في الكاميرا باش تقدموا راسكم السلام عليكم اييه كي دايرين الدراري اجي دخل اخويا سته دخل معايا في الكادر حنا ندخل هكا اوكي اصاحبي هذا البيت كبير هو بيت صغير هادي يلا لا اه انت فهمتي حتى فهمتي عندك تحطو عليه لا لا عندك تحطو عليه لا 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 انا نتعامل معاك لعيبات معايا اليوم لا لا انبات فايق نخلي نعوش تخلي هذا دير فيه الثقة قدم لي راسك ورا لي بعدا نشكرك عاش علاش بست لك واخا تقلق لي عاش علاش بست لك هاد الراس على البيت اللي ماركيتي على الاكوادور بالراس
كاس العالم في الارجنتين هادشي اللي باش حنت داك الراس كتقمر عليكم والله هادي لكم وان اكسبيشن لا دايرين 0.5 اكسبيشن لا كنتو لاعبين ضد البرازيل ما عطاوكم والو حنت عارفوا البرازيل تاكلكم لا والله الا دايرين لكم وان اكسبيشن الدراري والله اقسم بالله واحد النهار ماركيتي واحد البيت وربحت بسببك شي 3000 درهم الله يسهل عليك شو جا النهار اللي قلتها لك وعلمتيني ما نلعبش اجي خويا فين هو الكابيتان بعدا هو هذا هو الله 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 احسن لعاب عندك في العالم لا اللي كنت تاخذه في قدوه ديالك مدريتش اوزيل وزيدان من الجينيراسيون الجديده لا القديمه لا تا زعما عطيني قدوه انا كنت نستناك تقول لي روماريو لا لا ما تفرجتش فيه اجي خويا نتايا خويا البوز ديالك وشرف ليا خويا طلع عندي واليوم انا فرحان اقسم بالله بحال احمد زكي تشدي خويا راه غطلعني طلعتوني والله خرجوا طلعتوني وضلنا ادب والله تطلعتوني بالله واحد جد تكبرت ليا وطلع الكاميرا بظهره دراري فرحانين بعدا الله يلا بخير عارفين نهار كنت ضحكت معاكم راه ضحكت لا لا شوف شوف انا صاحبي لا تلاقيتي معاك واحد السبرديله تاع السبرديله اللي عطيتو عقلتي على السبرديله كل اللي قال لك هي تجيبها لي حتى كتشري بها ولا كيجري بها دابا ودي القح لا تلاقيتي معاه قول لي دير دار الصابون ورجع لي قول لي راه كان معجن لا تي حتى دابا على بقاي ورا واش انا فاهم مسامر ما بقاش كيجاوبني كي تما معجن جا عندي بالفرحه عطيتها لي انا بعد السيمانه في الهاب القيوم لا لا راه كونسونطي على قلبها ما زبطتش يا تليفون تيصوني من التحت والله حتى كيصوني من التحت بحال اللي كان طايح شوف الدراري فرحانين بغينا نلعبوا ضد الله حتى فرحان شوف لنا شي وقت قول اقسم بالله تتلعبوا ضدي احنا جايين نديروا اعلان ليها والله نموت بالفرحه نضل نقل فيكم ولكن شوف ما تقولوش فات انا ندير اللي بغيت شوف ابليسي عليكم عطاك اللي خير بغيت الحمد لله شاد الخير اللي درت فيك اليوم الله جازاني عليا انا الحمد لله قولوا لي واش هذا الطوموبيل هذا؟ يمتاش علمنا واش شوف انت نديرو شي ويكاند غنلعبوه في التيران ديال الملاح لا دص غيكون قاعه ولا قاعه قاعه ولا التصادم اللي في ديك البرازيل واخويا غنلعبوا حنا ماتش برازيل والسيبا فهمتي الجمهور والفلام وغنكبروا بك انا بعدا شديتو اشديتو شي لقب يلا ديتو تكلاسينا حنا الخامسين خامسين راه والو لا بالعكس علاش راه كان 19 المنتخب في البيرو في البيرو اذا انا من المال ديالي الخاص اللي ما عندي حتى ريال والله غنشوف شي واحد غيعطيني من الحاج ولا شي حاجه وغننظم لكم واحد الماتش اللي غيكون تاريخي ولكن غنستغل لكم مرحبا غنصوروا غنلوحوا في لاشين عندي مرحبا صافي وانا كنعلنها كنعلنها من ما فاهم والو انا عارف تيقول حتى فينا انا اساهي ما عرفتش كيفكر والماتش غيتلعب في الملاح في باب دو في الشبيك في تيران ديال الشبيك وغيكونوا لي سيكوريتي غيتخلصوا 150 درهم لواحد خويا يا خرابي اسعد نهار في حياتي الله يحفظك صحنا كذلك لا 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 الثاني اسعد نهار في حياتي كان هو فاش كان اتصل بيا الرئيس ديال غلطه سراي فاش كنت كنلعب في راشد البرنوسي ديك الليله جات اسعد الليله في حياتي من وراها هاد الليله هادي وانا فرحان الله يحفظك الله يحفظك اخويا الله يسلمك ديك سبونطان داك هذا جا عندي الصباح نتوما جيتو وما ما داوي معاكم دابا انا دوي معاه فين دوي معاه لا لا فرحان انت نتوما ما دويش معاه ما بروغرامين ما حتى حاجه والله جينا هكا جينا هكا وانا ما كنجاوبش انا راه كنت تمسكيت ما كنجاوبش فري بغي دوي مع ابتسام تمسكي وقال مضرب ليا الكاميرا براسك ملي كيتبيع على كولومبيا الله يحفظك واش كاميرا هنا ولا هنا انت شكون عارف انا ما عارف واش هادي اللي خدامه ولا هادي المهم هادي الايمان فرحان الله يخلي لينا والداري واحد الدعيوه مع علي الايمان خير الله يرحمه الله يحفظكم الله يحفظكم الله يسلمك مريض في الزهايمر مابقاش كيقدر يتحرك حتى في المنزل ديالو يا ما ضحكنا حتى هو شتيني انا ديت التصويره ديالو في بوندوش ماشي انا قاعد يتبوكوز راه صافي انا قرب يموت